أكثر خبر متداول صحيح حول العالم هو تفشي جدري القرد اللي طبعاً أثار الهلع في العالم، لكن الحمد لله أكدت وزارة الصحة السعودية السبت عدم تسجيل أي حالة في المملكة، وأن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه فيه ومكافحتها. وأشارت الوزارة أن حالات الانتقال بين البشر محدودة جداً، وبالتالي إمكانية أنه يحصل أي تفشيات منه هي احتمال منخفض جداً، وأن السعودية عندها آليات للرصد والتعميم وإجراءات للحد منه. ومن بعض المعلومات العامة اللي رصدناها لكم لحد هذه الساعة أن جدري القرود هو مرض نادر يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها، وأغلب العوارض تكون بداية على شكل حمى وصداع والشعور بالألم في الظهر والعضلات، ومن بعدها يتكون نوع من البقع وبثور على الجلد، تليها يعني جلبات، ويلزمها 3 أسابيع عشان تختفي تماماً. وأنا أحس هذه الأمراض ممكن تتفشى فعلاً لو كانت السياحة كثيرة لهذه الأماكن اللي ممكن تنتقل فعلاً منها هذه الأمراض، فالله يستر علينا إن شاء الله. ونقول لكم أنه طرق التفشي أصعب بكثير من كورونا، ومنظمة الصحة العالمية قالت أنها تستبعد أي تفشي إن شاء الله شبيه لكورونا، والتطعيم ضد الجدري الجلدي ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدري القرود. وإحنا يعني تونا طالعين من كورونا، فيعني نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، ونقول حتى اللقاح مثل ما ذكرت هدى أنه هو يعني كفيل أو نجاحته 85% نسبة جدا كبيرة. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. قاعد نشوف كثير في أخبار على السوشيال ميديا، يعني البعض منها مخيف، ولكن الوضع الآن مستقر جيد ومستقر، ما في داعي لهالهلع والقلق.